تم اكتشاف عربات احتفالية مكتملة بزخارف برونزية وبقايا خشبية ممعدنة في أنقاض مستوطنة شمال بومباي. العربة هي واحدة من العديد من الاكتشافات المهمة التي تم إجراؤها في منطقة تسمى سيفيتا جوليان خارج أسوار المدينة القديمة بالقرب من نابولي في إيطاليا. وقال مسؤولون في الموقع الأثري إن الاكتشافات جاءت بعد تحقيق في حفر غير قانوني، وكانت العربة التي تحتوي على عناصر متوقفة في رواق ستابلن حيث تم العثور سابقا على بقايا ثلاثة خيول. ووصفت الحديقة الأثرية في بومباي العربة بأنها اكتشاف استثنائي، وقالت إنها تمثل اكتشافا فريدا ليس له مثيل في إيطاليا حتى الآن في حالة حفظ ممتازة.